المفاجأة الإخوان اللي كنت موجد ليكم هي هذه. سمعوا سمعوا سمعوا، السلام عليكم. المفاجأة الأولى، الموطور مشى ليه الكاريناج والله قرع. شو الموطور كي داير في الأصل؟ هما الإخوان، موضوع الفيديو هو الكويك شيفتر. هذا هو الكاب ديال الكويك شيفتر، كتحيد هاد اللعيبة هادي. لانستالاسيون ديجا دايز فيها، حتى ديال فاست فيها لانستالاسيون دايز ديال الكويك شيفتر. المهم لقيتوني حلت الموطور غير باش ندير ليه نيطواياج، نقيه هاد البلاصة ديال الداخل، نطوي الفلتر ديال الريح، نطلع على الباجه لونتيجيل. مهم ريفيزيون كومبلي ان شاء الله. المفاجأة الإخوان اللي كنت موجد ليكم هي هذه. سمعوا سمعوا سمعوا، الله 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 الله. هما الإخوان لقيتوني تحركت مع عند الأخ هشام، كنشكرو بزاف صراحة، خدمة نقية اللهم بارك. شي حاجة اللي كتخليك تعاود ترجع لعندو. شفنا الباجا، الفلتر ديال الريح، حتى نطويت الفلتر ديال الريح، الموتور تبدل عليه. الكويك شيفت راه هو هاو في البروغرام دابا. هنا فين تسرقت الاخر الرانج روفر، هادي هي الطريق اللي كان غادي في الاتجاه هذا، باينه يكون هذا الرون بوان. سمع 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 الاخوان، سمع سمع الرادار الرادار.